مرحبا شباب، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من اخبار مصر الاسبوعيه. في هاي الحلقه راح نتكلم عن سترايك اريبيا ودوري ستريت فايتر ودوري ESL CS:GO. خليكم معنا. في الخبر الاول عندنا اللي هي بطوله سترايك اريبيا فالورانت مقدمه من رايت جيمز. امبارح كان عندنا الفاينلز اللي هو لعبنا فيه ضد انوبس جيمنج، طبعا الفاينل تبع اللي هو شريحه الفائزين الوينر براكت. طبعا للاسف خسرنا 2-0 باداء جميل الصراحه من انوبس جيمنج. جي جي ويل بلايد. هلا راح نلعب في شريحه الخاسرين الوزر براكت ضد كلاش اللي هو تيم برضه مصري من مصر. راح نلعب ضدهم، اذا فزنا راح نرجع نلعب ضد انوبس جيمنج. ويل سي يو ان ذا جراند فاينلز ان شاء الله، وتابعوا الشباب شجعوهم ونصر الزفكتوري. هلا خلينا نروح لسي اس جو في دوري ESEA. شبابنا فازوا اول مباراة لهم ضد فينسنت جيمينج في المستوى المتوسط، والجمعة اللي فاتت فازوا ضد فريق راك 5 واللي اهلهم انهم يدخلوا المستوى الرئيسي. وهلا عندهم 4 ماتشز، اربع مباريات، اذا فازوا هالاربع مباريات راح يعملوا سكيب للمستوى الرئيسي ويروحوا على المستوى المتقدم دايركت. ف تابعونا على السوشيال ميديا، راح نخبركم بكل الاخبار وشو بيصير معانا والنتائج، وشجعوا الشباب ولا تقصروا معاهم. هلا نيجي لاخر خبر اللي هو دوري ستريت فايتر. الاسبوع الماضي لعبنا ضد الفا 3 وخسرنا ضدهم 3-2، كان نتيجه جدا متقاربه، بس جي جيز ويل بلايد لهم. وظلنا مباراة واحدة نلعبها ضد سايكو شينوبي واللي هي حتكون انهت الجزء الاول بالنسبة للموسم. هلا الموسم عبارة عن جزئين، كل فريق بيلعب الفريق الثاني مرة، الجزء الثاني برضو اجين بيرجعوا بيلعبوا كل فريق ضد فريق مرة، واحسن اربع فرق بتتأهل للنهائي وبيلعبوا النهائيات، بفوز فريقين بتأهل لكأس العالم لما حيلعبوا اليابان فيه. طبعا بحب اقول لكم انه بليز شجعوهم ويعني حمسوهم معنويا، يعني يدفعوهم انه يعملوا احسن، لانه هذا اول انجاز لاول تيم عربي انه يوصل لهالعالمية او لهالمكان، انه يسلط الضوء على الشرق الاوسط، انه في الشرق الاوسط لعيبة زي هدول قادرين ينافسوا يتحدوا لعيبة محترفين منها، سواء من امريكا ولا من اوروبا. Just a little bit off the mark there. That sharp angle really throwing off CJ Drew's anti-air. And he can go for slides way more this time. Yeah, big in front of the mic. Let's go. Oh, the big jump in. Wee, from Big Bird. Hey, hey. Hey. No meter on the side. That she can definitely make this happen, so that's scary. Nice, let's go. You know what I thought that was? Let's go, Adele. Yes. Oh, he sees home plate. All he has let's to do go. Nice. It. Nice. The let's go. Off the plinth. Samurai already up to his feet. Favor of Samurai at this point. Huge right difference here. Oh my goodness, a whole different Samurai. Back tech and it's right. Back throw. I got the pick. Nice, nice. Oh man. Mikey, like he's special. Not dealing with Demon Foot 12. Corner, you know he's chasing him down. Went for the wall jump, but still pump 100% on it. Activation from Angry Bird himself. No, get off me. EX to Senha. And here comes the critical art finisher. No. Nice. Let's go, I'm dead. You know the matchup, dude. Bars on deck, he's not going to be in a dangerous situation. Ooh. Oh, you're dead. You're done. Dead in the dead. Done. And he does the deal, eliminating Team Nastar. Punk with the OCV. He called it. Ladies and gentlemen, he called it. He said, if I get rid of Angry Bird, I think I got this. وبهيك بنكون خلصنا اخبارنا لهالاسبوع. شكرا لكم. لا تنسوا تتابعونا الحلقه الجاي ومصر الزفكتوري.